تحتضن قاعة حرش حسن بالعاصمة الجزائر الدورة التأهيلية للبطولة العالمية لكرة الطائرة السيدات 2014 التي ستقام بإيطاليا. دورة تنشطها في الأساس سبع منتخبات إفريقية، لكن في آخر لحظة تنسحب غانا، فيما تلعب كل من الجزائر، مصر، الكاميرون، بوتسوانا، نيجيريا والكونغو الديمقراطية لافتكاك تأشيرة واحدة مؤهلة لمونديال إيطاليا في 23 من سبتمبر القادم. وعن أسباب اختيار الجزائر لاحتضان هذه الدورة يوضح نائب الاتحادية الجزائرية لكرة الطائرة. الدورة هذه الجزائر تكفلت بها المرتبة تاعها يعني تسمح لها يعني تنظيم دورة، كما أن كينيا في كينيا كذلك بمرتبة تاعها تسمح لها بتنظيم الدورة. من باب آخر يعني كانت هناك يعني هذه مدة الجزائر والاتحادية الجزائر كرة الطائرة ما نظمتش يعني دورة من هذا القبيل، أي دورة مؤهلة للبطولة العربية. هذه الدورة التأهيلية قد تمنح سيدات الجزائر الأفضلية بتواجد عاملي الأرض والجمهور، لكن مع الحذر من قوة الفريق المصري الفائز على المنتخب البوتسواني في أول مباراة من هذه الدورة.